أبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم زي ما انتم شايفين انا عندي استكات رهيبة من نظرايت ده، وقررت اعمل بيه حاجة مهمة جدا 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 جدا. وهي يا جماعة خدوا انتوا قلبي خدوا النزرايت، خدوا الدايموند، خدوا عشان تعرفوا نسبة محبتي لكم جميعا بدون اي استثناء، باستثناء البطريك. يعني باستثناء البطريك، يعني ده حاجة تانية. يعني البطريك حاجة مقرفة بصراحة. يعني اوكي يا جماعة، اوكي لموا كده، ادولوا. شايفين كمية الدايموند دي؟ هتاخدوها هتشحتوها، ماليش دعوة. اللي هياخد، اللي عايز دايموند يعمل ها 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 ويعمل لايك، يعمل الاشتراك. اللي عمل لايك الي الحاجة ديت، اللي عمل لايك للمقطع انت هتاخد ديت، اللي عمل اشتراك بس كده يعني بس هياخد دي كاملة. الله يخرب بيته، بس هياخد دي كاملة على قلبه الجميل. او ماي جاد، انا زتت شوية كتير يعني. فالمهم اليوم جيت اشرح لكم. انا تخصصت استاذ، ياب انا تخصصت استاذ وانا محترف ماينكرافت. قلت ليه ما اشارككمش شويه من الاحتراف بتاعي، هشارككم وهعلمكم الحاجه ان انتوا كنتوا منوب فيها. مش هقصد كله، مش بدون استثناء، بس في حد اسمه علي ده نوب جدا، يعني نوب هو وفارس، دول منوب ما يعرفوش حتى يعملوا فيديو، دول منوب جدا. جيت اشرح لكم اليوم شرح كامل مبسط بسيط مبسط. ايه ده بصوت انا بقول ايه؟ انا قلت كلام فاضي جدا. يعني دلوقتي هوريكم الكوماند بلوك. الكوماند بلوك اللي يكون في علمكم هو بلوكة معينة ليها استخدامات بتكتب فيها كود زي كده، وممكن تنقل بيها مناطق وحاجات وكده. فأنا هبعد عن الدايموند ده عشان هو مجلتشني بصراحة، يعني مجلتشني بزيادة. فاليوم جيت اعلمهم لكم من الصفر، هنبدأ نعمل منه سلسلة. السلسلة ديت هتنزل كل ثلاثاء. اي واحد عايز يتعلم الكوماند بلوك يتابع القناة ديت ويعمل اشتراك ويعمل لايك. حتى ولما ايه ده الله يخرب بيتك يا عيون جولم، القرية هناك، انت جابك ايه هنا؟ ده يحتاج معايا. اوكي دلوقتي هبدأ وهعمل لكم اللي زي تستدعوا اللي هو انا مش هتكلم ابو نظر حمرا، انا هقتلك بالسيف خشب. ده دليل على نص قوتك، على سقوط قوتك وسقوط زمانك. وبعدها انا هعمل حساب جامد مع الـ الاستاذ ده وارجع لكم. ايه يا جماعه، انا ضربت ضربه كمان مات، يعني مش عارف في الحاجه دي. يا نهار اسود، مين ده؟ يا ديلتك سودا، مين ده؟ انا عمري ما شفت كروي بالمنظر ده. نلع ما بيتشرش حتى كلب. تعالى هنا، انت هتاخد حقك مني 44 مرة.
دلوقتي هعلمكم، بعدي بقى دلوقتي هعلمكم ازاي هتجيبوا كوماند بلوك. اصلا ما تكتبوا هنا مثل انا يا نوب، مش نوب انتوا منوب، مش نوب، هتكتبوا هنا بس كوم، مش هينظر لكم كوماند بلوك لانه بيتجاب بامر، هو عشان يتجاب بامر، ما بالكم بالامور اللي بيعملها هو، دي كارثة طبيعية. ليلة سودة تدخل عند الرسائل كده، انا عامل كوماندات مفيش حد يتفشخر عليا. هنا اول حاجة هتكتب جيف، هنا اصلا هتتكتب لك جيف، الجيف دي هتكتبها وبتاع، بعديها هتعمل سبيس كده تخرج لك جينيتير اللي هو اسمي انا، all players, all entities, closest player, random player, yourself. دول هتعمل فيهم، هتعمل جيف، هتعمل كده وبعديها كده للاعبين، هيخرج لك قائمة من الاشياء، انت في القائمة دي هتكتب كوماند ويب خرج لنا كوماند بلوك، وهنا كوماند بلوك ماينكرافت، وهنا تشين كوماند بلوك، ريبيتينج كوماند بلوك. هعمل مخصصة بقى، حلقة مخصصة عشان اوريكم التشين والريبيتينج كوماند بلوك، دول كوماندات ليها استخدام تاني يعني. بس الامر كده تعمل انتر هيجيك الكوماند بلوك على طول، كده هيجيك الكوماند بلوك على طول كده. انت تعالي هنا، تعالي هنا، انت ليلتك سودا معايا، ما تقربيش ناحيتي تاني، تعالي هنا، تعالى هنا، وانا هحطك في مليون حاجة. ايه ده هيعملوا لي ايه مثلا؟ ولا هتعملي لي حاجة، واطية، تعالي هنا، خلينا منها يعني. فانا هحط مليون الكزارة دي، انا هحط مليون نحلة يعني. انا عارف ان الحلقة ديت مش بتاعت كوماند بلوك، بس دي حلقة ترفيهية علشان اللي ضايق روحه طالعة للسماء، طالعة للسماء عايز مليون نحلة كده. يا نهاري سويد، الجهاز خرب مليون مرة، مليون درجة. المهم هتجيك الكوماند بلوك، هتحطها في بلوكة مستقيمة كده، مش شرط البلوكة مستقيمة، بس انت هتفتح البلوكة هيخرج لك هنا كوماند امبيوت، هنا هوفر نوت ديت بتسمي بيها الكوماند بلوك. مثلا انا هكتب يو كده، شوفوا يا جماعة الكوماند بلوك ظهر عليه يو لاني انا كتبت يو كده. هنا بلوك تيب، هنا امبيليوز زي ما قلت لكم، ريبيت وتشان، وهنا انديشنال وكونديشنال، لا خلي انديشنال، هنا ريدستون نيد، يحتاج ريدستون الويز اكتيف يعني بيشتغل وحده، ديلي انتكس دي مش عارفها. اوكي كوماند امبيوت ديت هتكتب كده، مش شرط تكتبها، مثلا جيف ادي نفس الامر، وول صوف، اربع صوف كده، هتعمل جيب ليفر او اي حاجة ريدستونية. مثلا انا هعمل شيست عشان قلت لكم انا محترف، لما يكون الانسان محترف تخرب بيتك يا نحلة. تعمل كده، لا اتوقع اني محتاج احط الشيست كده، لما تعمل كده ريدستون هيتظبط عشان الشيست ده، اتوقع كده الكوماند بلوك متقبل. علشان حق يب اتقبل، يب وول اربعة، اتوقع ان الكوماند مش مظبوط، فهشوف وارجع لكم. تقريبا انا يعني عرفت المشكلة، ان ما حطيتش هنا اولا اللي هو استنى كده، هتعمل اللي هي سلاش، يعني ممكن تكون يعني حاجة مهمة،
ولا انا غلط في الكلمة ولا ايه؟ ازاي بتتكتب صوف اصلا؟ وول وول اتوقع كده، وول وول وول، هل ممكن كده وول وول مثلا؟ يعني هتفتح الشيست كده يا عم، يا عم اتفتح. فدي كانت حلقة اليوم، طبعا ما استفدناش بيها اي حاجة. مش تحطوا لايك المتين والابعاد بتاعكو والاشتراك العظيم، وانا هقتلك يا بغبغان. بستناني بس في الحلقة الجاية يا حبيبي، ومع السلامة. الحلقة الجاية في السلسلة ديت انا هعمل الكروي ده، انا هعمله شاورما وبس كده. ده كان المقطع، مع السلامة. تحية كبيرة لأصحابي، مع السلامة. طبعا تمام.